شوف هالسؤال اللي هيك بتفضل تعيش مع امرأة جميلة ولكن غبية أم تعيش مع امرأة ذكية ولكن مش حلوة؟ جاوب. حكون صريح شوي. ليز. أنا 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 رجل بحب الجمال. يعني بحب الجمال، بتمنى إنه ما يكونوا هيدول الخيارين موجودين، يعني والله جميلة وغبية أو بتفهم ومش موفقة بالجمال. أتمنى نكونوا مجموعين يعني. لنفرض شفت ست خارقة الجمال. باي ذا واي القلب لحاله هو بقرر عنك، يعني هيدا على سيرة القرار. أوكي، في محل في امرأة جميلة كتير، أوكي، وشيلي غبائها على جنب إذا كانت غبية، ما في كليك، ما في كيمستري، أوكي، طب ما بيتخطى الحديث 10 دقايق قد ما كانت حلوة. أوكي، وفي امرأة يو ستوب سينج، خلص قد ما بتشغلك وبتاخذك وبتعطي يو ستوب سينج مثل ما الناس بتشوف يعني، فبتصير عيونك مختلفة، شايفة نظرتك مختلفة. طب دكتور سؤال، هل تضع بحياتك، هل تضع قلبا على عقلك أكثر أو تضع عقلا على قلبك؟ مش بقول لك ضع القليل من القلب على العقل حتى يلين، شوية من العقل على القلب حتى يستقيم. أنت بحالتك شو؟ قليلا من شو؟ لا أنا يعني اللي بيعقلني هو عقلي. عقلك.